الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب زدني علما. صدق الله العلي العظيم. الفلفل نبات بأشكال مختلفة وآثار متفاوتة، بصورة عامة نبت فيه فوائد كثيرة وفيه مضار، الفوائد مختلفة والمضار مختلفة من نوعية إلى نوعية، من شخص إلى شخص، كما هو الحال بالنسبة إلى كل ما في هذه الدنيا. من أشهر مضار أنواع كثيرة من هذه النبتة أن هذه النبتة بعض أنواعها أو كثير من أنواعها تحرك الجانب العصبي في جسم الإنسان، تحرك الجهاز العصبي في جسم الإنسان. هذا لا نتمكن أن نعتبره ضارا دائما، لا، هذا يكون نافعا لبعض الأجسام ضارا لبعض الأجسام. تحريك الجهاز العصبي ليس بالضرورة يكون ضارا. هذه المعلومات صحيحة أم لا؟ ثبتت علميا أم لا؟ هذا شيء يرتبط بأهل التخصص في هذا المجال، ولست من أهله. حديثنا ليس عن هذه النبتة
ولا عن صحة هذه المعلومات التي تتداول أم لا. نترك هذه النبتة لنعود إليها إن شاء الله، أو لنعود إلى اسمها إن شاء الله. المسلمون لهم مفاخر، مفاخر من أعمال، مفاخر من تاريخ، مفاخر من أشخاص، يفتخرون ضمن مفاخرهم بأشخاص. المفخرة الكبرى للمسلمين التي يفتخرون بها على جميع الأمم الماضية والحالية والآتية، الذي يفتخرون بها على كل البشر منذ آدم إلى يوم انتهاء الدنيا، هو افتخار المسلمين بسيد الأنبياء. اللهم صل على محمد. الذي هو أشرف مخلوق خلقه الله عز وجل. نجي الله. أمين الله. موضع سر الله. المفوض إليه دين الله. ليس فخرا له، ولكن فخر لنا أنه حفيد عبد المطلب سلام الله عليه العظيم. ليس فخرا له، إنما نحن نفتخر بأن نبينا هو ابن عبد الله العظيم سلام الله عليه. أنه أبو الزهراء البتول. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انتسابنا لهذا النبي العظيم، لهذا الرسول صلى الله عليه وآله، نظرة المسلمين بالانتساب إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله نظرة مختلفة. بعضنا ينتسب إلى هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وآله انتساب مظاهر فقط، شعائر، إظهار الانتساب إليه. البعض الآخر من المسلمين لا يعير أي أهمية لهذا النوع من الانتساب، يقول يلزم أن ننتسب إلى هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وآله بأعمالنا الاجتماعية، تعاملنا مع الناس يلزم أن يكون باقتدائنا بهذا الرسول صلى الله عليه وآله. لا قيمة للشعائر، لا قيمة للمظاهر. هذا التصور خاطئ وذاك التصور خاطئ. المظاهر لا قيمة لها، المظاهر لها قيمة كبرى في نفس الإنسان، في الآخرين. في يومنا هذا يقال هذا الكلام، والبحوث العلمية بل العقلية التي هي أقوى من البحوث العلمية أثبتت بكل وضوح تأثير كل شيء. هذه المظاهر لا تؤثر، أثرها في النفس كبير جدا، أثرها في الآخرين كبير جدا.
سمعنا وتسمعون البعض ينادي أنه المسلمون هم أولئك الكفار الذين لا يعتقدون برسول الله صلى الله عليه وآله ولكن يمشون على منهجه في تعاملهم الاجتماعي. أولئك مسلمون أبدا، أولئك ليسوا مسلمين. حتى لو مشوا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله في التعامل الاجتماعي، أولئك عندهم شيء إن كان اقتداؤهم في تلك الأعمال برسول الله، إن كان. كثير منهم أصلا لا يعرفون النبي صلى الله عليه وآله ولا يقتدون برسول الله، أولئك مسلمون أبدا. الآيات القرآنية المباركة كثير منها تحث على الشعائر، على الإظهار، إظهار ارتباطك برسول الله صلى الله عليه وآله، وكثير منها تحث على المشي خلف النبي صلى الله عليه وآله، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله، التأسي به. نعم، هذا جانب، ذاك جانب. حتى الواجبات، الواجبات مجموعة كبيرة من الواجبات واجبات شعائرية، ومجموعة كبيرة من الواجبات واجبات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في المسيرة الاجتماعية، في التعامل الاجتماعي. الصلاة، الصيام من الواجبات الشعائرية، الصلاة من الشعائر. مجموعة من الواجبات في باب العشرة، التعامل مع الناس، العشرة مع الناس، مجموعة من الواجبات أيضا في الجانب الاجتماعي. هذه واجبات وتلك واجبات. حتى في المستحبات، بعض المستحبات شعائر، بعض المستحبات تعامل اجتماعي. صلاة الليل من الشعائر، زيارة المريض من المستحبات في الجانب الاجتماعي. هذا جانب وذاك جانب. المفترض بنا نفتخر برسول الله صلى الله عليه وآله في الجانبين، في الإظهار نفتخر، نعلن، نظهر ارتباطنا بهذا القائد الأعظم، لا، بهذا المخلوق الأعظم، بهذا المخلوق الأشرف، بهذا المخلوق الأفضل، نجي الله. هذه الكلمة كافية للنبي، نجي الله، حبيب الله، هذه الكلمة كافية لو تأملنا فيها. في جانب الافتخار، في جانب الإظهار في الشعائر، يلزم أن يكون لنا باع طويل. الاحتفالات التي تقام في مثل هذه الأيام، يوم أمس أسبوع البراءة انتهى، من هذا اليوم بدأت أيام مباركة، وفي مثل يوم غد بصورة خاصة. يوم غد يوم في بعد من أبعاده فريد في أيام السنة. اثنان من سادة خلق الله من المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام ولدا في مثل يوم غد، هذا عظيم جدا، وهذا ما حدث حسب الظاهر في أي يوم آخر. خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وحفيده الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام. هذه الأيام أيام أفراح، احتفالات، هذه شعائر، هذا إظهار الارتباط بهذا النبي العظيم، إظهار السرور، بيان أنك مرتبط بهؤلاء الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. هذا جانب مهم جدا، وإن البعض يتصور أنها ليست مهمة أصلا هذه الأمور، لا، هذا مهم جدا جدا. ليس مهما، هذا من الأمور الضرورية، لا يستغني المؤمن عنها. إظهار السرور،
إظهار الارتباط بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله. لا نستقل هذا الجانب، لا نستصغر، جانب مهم جدا. ولكن في نفس الوقت الذي هذا الجانب مهم ولا يستصغر به، بل قلت ضرورة من الضرورات، يلزم أن لا نغفل الجانب الثاني أيضا. الصحيح هو هذا، لا أن نكون فقط وفقط شعائريين، نأتي بالواجبات الشعائرية، نصلي نصوم خلاص، لا، هذا جانب. الشعائر جانب، الجانب الآخر الاقتداء العملي الاجتماعي، مهم جدا للغاية، وفيه واجبات، نهيك عن المستحبات الكثيرة. واجبات يعني ضرورات. نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله في طريقته. لقد كان لكم في رسول الله، لكم هذا من صالحكم، لام اللام تكون للشيء الذي يكون من صالح الإنسان، على تكون للشيء الذي يكون بضرر الإنسان، بصورة عامة إذا تقابلها طبعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا لكم، هذا من صالحكم. التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، التأسي بماذا؟ بحر طويل، كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله، سيرة النبي صلى الله عليه وآله العملية، حتى سكوت النبي صلى الله عليه وآله، كل ذلك أسوة. أذكر لكم جانبين فقط بسرعة. الجانب الأول آية قرآنية عجيبة جدا، بالنظرة البدوية هذه الآية عادية جدا طبيعية، معناها جدا واضح، ولكن إذا تأمل الإنسان في هذه الآية المباركة يتحير كيف يفسر هذه الآية، ما هو المقصود من هذه الآية، ما هي الآية؟ الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وآله، يقول له وقل، أنت يا رسول الله قل، وقل رب زدني علما. آية قرآنية عجيبة جدا، لماذا؟ آية طبيعية عادية؟ لا، الجانب الشائك في هذه الآية المباركة، الجانب الذي يحتاج إلى تفسير علماء كبار في هذه الآية المباركة، هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله طبقا للآيات القرآنية، طبقا للروايات الشريفة الكثيرة، رسول الله صلى الله عليه وآله أوتي العلم كله، الذي أوتي العلم كله كيف يقول زدني؟ ما هو معنى الزيادة؟ عنده العلم كله، ما هو معنى زدني؟ يوجد شيء لا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حتى وصي النبي صلى الله عليه وآله مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أيضا القرآن يقول أنه يعلم كل شيء، ومن عنده علم الكتاب، كل الكتاب، هذا وصيه صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما، لا حتى بقية أوصيائه. ثم أورثنا الكتاب، الكتاب من؟ الذين اصطفينا من عبادنا، المصطفون هم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، ليس فقط هو صلى الله عليه وآله ووصيه، لا، كلهم، كل أوصيائه، الذين اصطفينا من عبادنا، الذين للجمع تعلمون، ليس للتثنية، كلهم أوتوا العلم كله. ف
فما هو معنى زدني؟ حقا يحتاج هذه الآية تحتاج إلى تفسير. لا شك ولا شبهة في أن النبي صلى الله عليه وآله كان عنده العلم كله. هذه الآية القرآنية أيضا آية قرآنية بحاجة إلى تفسير. الآن أنا لست بصدد تفسير هذه الآية المباركة. ما الذي يطلبه النبي صلى الله عليه وآله وعنده كل العلم؟ ذاك الجانب قطعي، قطعا النبي صلى الله عليه وآله، آيات قرآنية ذكرت لكم بعضها، أحاديث شريفة كثيرة تبين هذا المعنى، ذاك الجانب لا ينكر. هذه الآية أيضا تتحدث عن شيء، تتحدث عن ماذا؟ الآن لست بصدد تفسير هذه الآية المباركة، والعلماء الكبار ذكروا وجوه عديدة للجمع بين هذه الآية المباركة وتلك الآيات والروايات الشريفة التي تقول أن النبي صلى الله عليه وآله أوتي العلم كله. إنما شاهدي في هذه الآية المباركة اقتداؤنا برسول الله. إخواني، هذا الرسول العظيم الذي عنده كل العلم، الله يقول له وقل رب زدني علما. إحدى مشاكل، لا أقول المسلمين، مشاكل البشر بصورة عامة، لا أقول كل البشر، أكثر البشر، لعله أكثر من 90% من البشر، إحدى مشاكل البشر أنهم يصلون إلى مرحلة علمية معينة ويقفون خلاص، يبدأ ينتج جزاه الله خير الجزاء إن كان لله عز وجل، يبدأ ينفع الناس جزاه الله خير الجزاء إن كان لله عز وجل، ولكن هو لا يرتقي، خلاص يقف. رسول الله، الله عز وجل يأمره أن يقول رب زدني علما. نحتاج إلى استزادة إلى اللحظة الأخيرة من حياتنا. لا يقف الإنسان. بعض الناس دورهم ليس دورا علميا، دورهم عملي. لماذا هؤلاء يستزيدون في العلم؟ نعم، العلماء يلزم عليهم أن يستزيدوا من العلم، العلماء في كل الجوانب. أما العاملون لماذا يستزيدون؟ العامل دوره عمل، هذا تاجر، التاجر دوره عملي ليس دوره علمي، البناء دوره عملي ليس علميا، فني الكهرباء دوره عملي ليس علميا. الجواب على ذلك، أولا حتى العلماء، حتى الذين أدوارهم أدوار علمية، كثير منهم يقف عند حد معين. طبيب بلغ إلى مرحلة معينة، مهندس بلغ إلى مرحلة معينة، عالم في الكمبيوتر بلغ إلى مرحلة معينة، فقيه بلغ إلى مرحلة معينة، خلاص يقف لا يستزيد. ثانيا، حتى الذي دوره دور عملي، العمل من أين يكون؟ أبسط الأعمال يحتاج إلى علم، يحتاج إلى معرفة كيف يؤدي هذا العمل، يمكن أن يرتقي؟ نعم ممكن أن يرتقي. البناء كيف يرتقي؟ ممكن أن يرتقي. التاجر ممكن أن يرتقي؟ نعم ممكن أن يرتقي، حتى لو كان دوره عمليا يتعلم كيف يؤدي هذا العمل بصورة أفضل. إجمالا، العلم ضرورة أن يستمر الإنسان، وهذه المشكلة مشكلة حقا كبيرة في البشرية. لا علينا من سائر البشر الذين لا يقتدون برسول الله، الذين يقتدون برسول الله، الذين القرآن عندهم كتاب سماوي من الله سبحانه وتعالى، وقل رب زدني علما. وهذه الآية حسب ما يذكره المفسرون، وبالفعل هي هكذا، آية فريدة، يعني على الأقل في القرآن الكريم لا يوجد ظاهرا كلمة زدني إلا في هذا الموطن. النبي صلى الله عليه وآله بأمر الله يطلب أن يستزيد في جانب واحد حسب هذه الآية القرآنية، حسب ما في القرآن الكريم. هذا أولاً.
الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في ماذا؟ أولا وقل رب زدني علما، ثانيا نرجع إلى الفلفل. لا إله هذا النبت إلى الفلفل الداخلي. بعض الناس عنده في داخله فلفل، عنده تحريك الجهاز العصبي، وأقصد من الجهاز العصبي الجهاز العصبي الخاص بالعصبية، لا الجهاز العصبي يعني الأعصاب. عنده إثارة في داخله، الإثارة موجودة بأبسط كلمة، يحمر وجهه، دمه يفور، يا أخي ماذا حدث؟ قال كلمة، تصرف تصرفا معينا، القضية تنتهي إلى هذا الحد فقد دمه يفور؟ لا طبعا، القضية تتجاوز هذا الحد لتصل إلى إظهار نادر، بل أندر من النادر من الناس من يتمكن من ضبط داخله، من ضبط قوته الغضبية. يا أخي تأكل الفلفل، كل الشيء الذي يكون يجعل الحالة في جسمك متعادلة، بين قوسين يقولون هذا كتجربة ثبت لبعض الناس على الأقل، أن الروبة معاكسة لآثار الفلفل حتى للحرق التي يحس بها الإنسان على لسانه. على أي حال، تأكل الفلفل خذ شيء من الروبة، في داخلك توجد مزرعة فلفل أصلا. بعض الناس هكذا، عشرة عمر ينهونها بكلمة واحدة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، أصدقاء أقرباء من الصغر معا، لأجل أنه قال لي كلمة واحدة، خلاص لا أعرفه ولا يعرفني. هذا التصرف صحيح؟ رسول الله صلى الله عليه وآله، أنت أذكر اسم محمد صلى الله عليه وآله أمام من يعرف شيئا عن رسول الله حتى لو لم يكن مسلما، هذا الاسم الشريف مقارن للأخلاقيات، عجيب هذا الاسم. من يعرف النبي صلى الله عليه وآله معرفة إجمالية قليلة يعرفه بعظمة خلقه، هذا نبينا، هذا رسولنا، لا لأجل كلمة ولا لأجل ألف كلمة ولا لأجل ألف موقف أبدا. لا نتحدث عن الأمور الدينية، لا، الأمور الدينية لها جانب خاص، الإنسان يثار لأجل الدين، هذا ضرورة، هذا ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وآله، الغضب لله عظيم. لا، القضية إذا كانت قضية شخصية، كم أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله بكلمة واحدة، اذهبوا فأنتم الطلقاء، كلمة واحدة خلاص، كم أوذي؟ أصلا قابل للإحصاء؟ إيذاء أهل مكة للنبي صلى الله عليه وآله أصلا قابل للإحصاء؟ اكتب 100 مجلد، اكتب 1000 مجلد، لا تتمكن أن تحصي كم أذوا النبي صلى الله عليه وآله. اذهبوا فأنتم الطلقاء في أمان الله. نساه أصلا النبي، لا ينسى نسيانا واقعيا كتناسي، كأنه نسي، نسي أن هذا الشخص كان هكذا يؤذي رسول الله، أبدا خلاص انتهى. وأنا أعيش مع زوجتي 30 سنة، 40 سنة، حتى أحيانا الشيبة 60 سنة، هذا يعيش مع زوجته، يطلق زوجته، عجيبة القضية، لأجل ماذا؟ لأجل موقف عادي، لأجل كلمة، 10 سنوات نسيتها. في الخير والشر كانت معك، هي الزوجة نفس الشيء، خلاص قال لي كلمة جرح مشاعري، عجيب، رسول الله صلى الله عليه وآله ما كانت تجرح مشاعره،
كم سبوه، كم سبوا أباه، كم سبوا آباءه، كم سبوا عمه. فقط السب؟ لا، إذا عملي يا أخي ضرب في الشارع، رسول الله يضرب في الشارع، يضرب ضربا عاديا خلاص ينتهي، لا ضرب إهانة، يداس، يداس تحت الأقدام. اقرأوا تاريخ أبي سفيان، اذهبوا فأنتم الطلقاء. قضية شخصية خلاص نسيتها، أنا تناسيتها، وأنا عيشتي مع زوجتي مع صديقي، صديق قديم من أيام طفولتي، خلاص لا. والبعض طبعا يتبجح كأنه فخر، وسمعتم وأنا سمعت، وتعرفون وأنا أعرف أشخاص يتبجحون أصلا بهذا الشيء. هذا اقتداؤنا برسول الله صلى الله عليه وآله. رسول كريم، من أوصاف النبي صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم الكرم. الكرم مصدر الحلم، الكرم مصدر الجود، الكرم مصدر الشجاعة، الكرم مصدر حتى الابتسامة، الكرم مصدر العفو، الكرم مصدر الغض. هذا رسولنا صلى الله عليه وآله، نفتخر به، نحتفل بمولده الشريف. عظيم جانب، نصف القضية هذا. النصف الثاني الاقتداء به. خب، هذا الشخص الذي في داخله القوة الغضبية شديدة ماذا يفعل؟ ذاك الذي يأكل الفلفل يأكل شيء آخر أو يشرب شيء آخر مصلح للآثار السلبية للفلفل. هذا الذي في داخله فلفل ماذا يأكل؟ لا، هذا يحتاج إلى أكلة فكرية، يحتاج إلى تثقيف. أذكر لكم آيتين في القرآن الكريم، إذا اشتد غضب الإنسان ليفكر في هاتين الآيتين. الآية القرآنية الأخرى، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. جدا عظيمة، جدا جدا مؤثرة. في شدة غضبك، الغضب لنفسك طبعا، عندما سبك شخص في الشارع أمام الناس، أهانك أمام أصدقائك، فكر في هذه الآية. وليعفو، ليعفو أمر طبعا، لام الأمر هذا تعرفون، وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يا أخي أنت تخطع مع الله، مع خالقك، وتتوقع أن الله عز وجل يغفر، أن يعفو. وإذا أخطأ الشخص معك الخطأ عادي، هذا ربط جدا رائع. وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أنت تخطأ مع الله وتحب أن الله عز وجل يغفر لك، أنت أيضا يغفر للناس. هذا لو كنت محقا أصلا، وفي كثير من الأحيان أنا لست محقا أصلا، أنا سببته هو أيضا سبني، طبيعي. أنا غلظت الكلام مع زوجتي هي أيضا تغلظ الكلام معي، أصلا أنا لست محقا في هذا التصرف، كان من حقها أن تعتدي علي، أنا اعتديت عليها، وهكذا العكس. هي قالت لي 1000 كلمة، أنا رددت كلماتها بكلمة، تغضب، لماذا تغضبين؟ أصلا أنت في هذا الجانب، في هذه القضية لست محقة أصلا. لو كنت محقا، لو كنت أنت محقا، تصرف كان خطأ من ذلك الشخص. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذه الآية الأولى. الآية الثانية، هذه الآية أيضا عظيمة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تعلمون هذه الكلمة تعظيم للأجر. أحيانا الله عز وجل يذكر الأجر، يذكر الثواب، ثواب عظيم. أحيانا يقول هذا العمل أجره على الله، يعني أجر عظيم جدا. اعفو، فمن عفا، الآية الأولى ما هي؟
وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الآية الثانية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أبارك لكم هذه الأيام المباركة السعيدة بمولد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، وبمولد حفيده الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركات هذا النبي العظيم، اللهم بحقه، اللهم بمكانته، اللهم بحبك له، اللهم بحبه لك، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج مهدي يا آل محمد، صل على محمد وآل محمد، اللهم به اشف أمراضنا الروحية وأمراضنا النفسية وأمراضنا الجسمية، اللهم به اشف أمراض المؤمنين والمؤمنات الروحية وأمراضهم النفسية وأمراضهم الجسمية، اللهم به صلى الله عليه وآله وببركاته اشف أمراض البشر الروحية وأمراضهم النفسية وأمراضهم الجسمية، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خاتم الأنبياء سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين.